السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد من سلسلة تعلم برنامج الكوباليس. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنشوفو كيفاش نديرو لا كوتاسيون دي سيرفاس في برنامج الكوباليس. إذا أول حاجة شنو كنديرو؟ كنمشيو الكوباليس دو دي كوتاسيون ديفيزيون la cotation des surfaces. Voilà. Il a mené là qu'un charo la hauteur de le texte d'un an et un édit à la cotation proprement dite. Mais c'est l'intérêt à 30 en un direct via la chouïa. Il a l'orientation et un ultige d'un la matière 100 grades. Ou là, un âge nous dit que les cartes à l'IA ultige d'un la matière n'a pas été qu'on a c'est à dire 200 grades qu'on a un mot dire. Il a mené là qu'un charo un petit jet qui est là dit. ممكن خصها تخط ويتي هكا يعني عمودية. هنايا لو بريفيكس يعني شنو غيكون سابقا سير اس تساوي نكتب مثلا هنا لا اريا تساوي اريا لا سيرفاس اون انجلي اريا اتيكا. هنا لو فورما فوالا واش تكون مكتوبة متر كاري وي بغيتها تكون مكتوبة متر كاري تكون مكتوبة لي مثلا ديسيمال عدد ارقام ولا فصيلة دابا مثلا جوج ارقام. هنا لو نون دو كاك راه يديرو فين خلوني تسميتو كوتاسيون سيرفاس. هنا لا كولور لا كولور نخلوها دي كاك. هنا لو تيب ديال ليكريتور هو ستاندر ولا انوتاتيف. اذا لاحظتو معايا هاد لي بارامتر كاملين تكست لاوتور دي تكست لوريونتاسيون لو بريفيكس يعني هو لي غيكون قبل انتوما تشوفو كيفاش غيتكتب فورما ديسيمال. هنا لو نون دو كارك وهنا لا كولور دي كارك نخلوها هنا مثلا بالبيض. اوكي اذا لاحظوا معايا نجيو هنا اذا لاحظوا معايا باش نكتب لينا اريا ايتيغال 250 متر كار. لاحظوا معايا اذا نعرفها اريا ايتيغال 250 متر كار. اذا لاحظوا معايا هنا لو بدلنا الزاويه هنا نديرو مثلا غيسون باش دينا اوريزونتال 100 غراد دينا اوريزونتال. اذا لاحظوا معايا هاي نمسحو الاولى اذا لاحظتوا معايا ها هي اريا 250 متر كاري نفس الشيء بالنسبه للاخرين. اذا كيفاش نكبروها سهله بلا ما نشوف التكست كاين لا نوسيون دي شيل. اذا كنكليكو على اي شيل سوا دوبجي فوالا هاد لوبجي ديالنا اونتري لو بوان دو باز مثلا لو بوان دو باز هي هادي مثلا كبرها كيما بغيتي. يعني هنا مثلا كنت كبرها كيما بغيتي لا اونتري. اذا هنا نشوف ديبلاسي سيليكسيوني اونتري بوان دو باز فوالا نمشيو الاولى نمسحوها. طلعتو معايا حنا درنا لا كوتاسيون دي سيرفاس. شكرا على المتابعه.